صباح الخير، صباح النور. اليوم التاسع، 9 تاع الصباح تقريبا، أجواء ممطرة رغم الصيف. التاسع 10:57، خرجت معطل شوية من سيدي يفني حيت كتشتى الصباح، وأنا الآن في اتجاه قلميم ان شاء الله. بقى تقريبا شي 50 كيلومتر لقلميم. يلا خرجت شي شويه، وكاين طلوع، كاين الطلعه بزاف، وهذه هي اول هبطه كنرتاح فيها شي شويه، وباقا طلع الخيبه مورا هذه. ضربت، يا سلام، وباقي نطلع. مسكين الهندية كلها مريضة، كلها ميتة، ديال ايتبا عمران. المرض كتشوفو بارتو في كاع الجوي، كرفسه ديال بصح كلها كيبان لك فيها داك البيوض ديال ليطاش بيضين. ساكن هاد الناس كيعانيو هنايا، باينه كانوا كيترزقوا من هاد الهنديه وضربها هاد المرض فمشات. الدخول الى مدينة قلميم، الحمد لله والشكر لله، بعد معاناة مع مرتفعات ايتبا عمران بين مدينة سيدي إفني وقلميم. مسافة قصيرة تقريبا في 54 كيلومتر، ولكن ارتفاع واحد تيغمرت منتجع السياحي الإيكولوجي الحرية نواحي مدينة قلميم. شافوا بعد، شافوا لا عدم ربي ما القرود اقول لي موجودي يا مويتي معاون عليا عارف مش كحتفه